بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! الفاول عالمي يا زعيم. هنبتدي أخبارنا الرياضية من الدوري المصري وفريق الأهلي اللي نجح في تحقيق فوز غالي على إمبي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد المقاولين العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 للدوري. اتقدم مصطفى شلبي لإمبي في الدقيقة 76 وتعادل علي معلول في الدقيقة 94 من اللقاء من تسديدة قوية من جوه منطقة الجزاء، وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء قدر نفس اللاعب من تسجيل هدف الفوز، وبكده بيرفع الأهلي رصيده ل 37 نقطة في المركز الثالث في الدوري، وتجمد رصيد إمبي عند 24 نقطة في المركز التاسع في الدوري. وحقق فريق طلائع الجيش فوزه على المقاولين العرب بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل طلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، والمقاولين في المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة. نادي سموحة اتعادل مع إيسترن كامباني بنتيجة 2-2 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب بترو سبورت ضمن مواجهات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وبكده رفع سموحة رصيده الـ34 نقطة في المركز الرابع، وإيسترن كامباني أصبح رصيده 12 نقطة في المركز الأخير. لعيبة فريق الزمالك خاضوا تقسيمة فنية قوية على هامش تدريباتهم امبارح في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة أسوان في نص نهائي كأس مصر، وشهدت التقسيمة وقوف البرتغالي فيريرا المدير الفني على كل التفاصيل الفنية والخططية اللي تم التدريب عليها من خلال تطبيقها سواء الدفاع أو الهجوم أو خط النص. فريق باريس سان جيرمان حقق فوز كبير على فريق ماتس بنتيجة 5-0 في اللقاء الجمع الفرقتين امبارح على حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الفرنسي، وبكده أنهى باريس الموسم وهو متربع على عرش جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 86 نقطة من الفوز في 26 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 4. ومن ناحية تانية، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقاء نجم الفريق الشاب كيليان امبابي مع النادي لحد 2025. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لمصطفى وجمان عشان يكملوا بقية فقرة صباح الخير يا مصر. إليك يا جمان. لذا نشكرك طبعا، شكرا جزيلا.